السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد <applause> وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة موضوع هذه المحاضرة منهج المحدثين في مرويات السيرة قبولا وردا وذلك أنه ينقل أن بعض العلماء قديما وحديثا في بعض رواة السيرة والمغازي مغازي أنه كذاب في الحديث وإمام في السيرة وليس أحد يعتمد على عمله في هذا الجانب أو لا ليس أحد يعتمد على عمله في هذا الجانب إلا أهل الحديث والمحدثون والذين وفقهم الله لتقييد قواعد فطرية أقلية شرعية لتحقيق الأخبار والأحاديث فننظر ما موقفهم في مرويات السيرة ومما لا شك فيه أن السنة النبوية بجميع أنواعها أصل للدين الحنيف مع كتاب الله عز وجل وكلاهما وحي من الله عز وجل إلى نبيه الكريم قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقد قضى الله سبحانه وتعالى واكد ان السنه مبينه لكتاب الله قال الله تعالى: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون و وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولما كانت وظيفه السنه انها موضحه لكتاب الله وجب ان تكون محفوظة بحفظ الله محفوفة برعاية الله حتى لا يضيع منها منها شيء ولا يدخل فيه فيها شيء ليس منها تكفل الله بحفظها وصيانتها قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولما كان المسلمون مأمورين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إذا كان الأمر هكذا فكان من الضروري أن يحافظ المسلمون على ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم ومما لا يختلف فيه ان الدين هو راس مال المسلم وقد عرف المسلم ان الدين لا يفهم والهدايه لا تحصل الا بمعرفه اصول الدين كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اما الاجماع والقياس فلا يبنيان الا عليهما ولما كانت السنه بهذه المنزله العظيمه من الشان كان من الامور البدهيه أن يحافظ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظها صحابته ومعلوم من فطرة الإنسان أو فطرة البشر أنه كلما كان الشيء غاليا مهما بالغ في حفظه وصيانته وقد شهد التاريخ الصادق أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله الذين اختارهم الله لصحبه نبيه كانوا اول الدارسين لهذا العلم المبارك على يد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في اول جامعه متنقله جمعت بين نزاع القبائل وخلاصه البطون والافخاذ في دار الارقم بمكه ثم انتقلت هذه الجامعه الى يثرب التي صارت طيبه لطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقرت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الجامعة من المدينة تنتقل أينما حل وارتحل معلمها الذي كان يلقى العلم والوحي من لدن العليم الحكيم وكان ينزل به عليه الروح الأمين نعم كان طلبة السنة النبوية يتنقلون ما نبيهم حتى في طريق ذهابه إلى الخلاء لقضاء حاجته فيحمل أحدهم الإداوة من الماء والثاني العنزة ويتعلمون منه أدب الخلاء كان أولئك الطلبة الأبرار يتنقلون مع معلمهم صلى الله عليه وسلم في الغزوات والسفرات والحج والعمرات فما يلفظ من قول إلا يقوى في قلوب أصحابه فيجدون حلاوته حلاوته وطلاوته ويحفظونه حفظا وعلما ويعملون به عملا فتعلموا العلم والعمل يكرمونه اكراما ويهابونه اجلالا ويحبونه اكثر من انفسهم وابائهم واولادهم وكان المعلم المبارك رحيما رفيقا يتخولهم بالموعظه يدخل مجامعهم رجالا ونساء فما من احد صحبه صلى الله عليه وسلم رجلا كان او امراه صغيرا كان او كبيرا الا ويحفظ عنه على قدره ويتشرف بدعوته المباركه صلى الله عليه وسلم نضر الله امرا سمع مقالتي فواها فاداها كما سمع فرب مبلغ اوعى له من سامع فان كان الاف السحابه يتعلمون منه خارج بيوته في وضح النهار وإدباره أعماله صلى الله عليه وسلم وحركاته فمن أين لنا أن نعلم سننه وأموره ولياليه بعد ما تتشرف به جدران حجرته وتستر وجوده الشريف عن عين الناس بما يأتي به ويذر كيف نعرف بما يأتي به ويذر في جنح الظلام نعم هناك أزواجه أمهات المؤمنين الكثيرات ينقلن عنه اموره الخاصه حتى مما يستحيا من ذكره ولكنه دين الله وامر الله لتبليغ دينه فنجدهن ينقلن الى ابنائهن ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في خلواته معهن. ثم وراء هذا يحرس احدهم من محارم امهات المؤمنين أن يبيت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم كيف كان يقضي ليله في عبادة ربه ويسعد أحدهم على سطح بيت إحدى, إحدى أمهات المؤمنين أخته وهي أخته لبعض حاجته فيتفق له أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في الكنيف يقضي حاجته فيروي في ذلك رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستدبرا القبله مستقبلا الشام وبذلك يجب ان نؤمن انه لا يمكن ان تكون كلمه من النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت بل او قول يكون قد ضاع او فعل بل حفظ الجميع حفظا بالغا سواء كان قولا او فعلا له الذي له علاقه بالتشريع وإن بعضهم كان يعالج الشدة في حفظ السنة فإذا اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسيانه وتفلت محفوظه أشكاه صلى الله عليه وسلم بدعوته المباركة ثم صار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمين لأصحابه معلمين لأصحابه ثم صار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمين لأصحابهم فأدوا الأمانة إلى تابعيهم وتابعوهم إلى تابعيهم حتى دونت السنة وما يتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وذاته الشريفة تدوينا في الكتب وحفظت عن ظهر القلوب وشهد التاريخ الصادق أن المسلمين في كل عصر ومصر بذلوا بذلوا كل مستطاعهم لحفظ السنة من كل دخيل يدخل فيها سهوا أو عمدا وإن علوم الحديث وقواعده التي قعدوها قعدها المحدثون لمعرفة صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعيفه تدل على توفيق الله لهم على ما وهبهم الله من القوة والإرادة والذكاء والفطنة والصبر والمصابرة ففي كل عصر تحمل علماء السنة مسؤوليتهم فحموا السنة والفوا فيها تاليفات وحرروا المسائل وترجموا لالاف الرواه وحكموا عليهم بعلم وخبره وسبر واستقراء وعاتوا كل ذي حق حقه من الثقه والضعف. حتى ملأوا الدنيا بتاليف كتب السنه ودوامينها وفيها شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بذاته الشريفه كما خصوا تأليفات تأليفات خاصه لشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أوائل تأليف كتب في أوائل تأليف كتب السنه عامة وكذلك في أوائل تأليف السيره أوردوا جميع ما وجدوا بأسانيد الروايات وكانوا يعيبون روايات من غير إسناد ويذمون من كان يروي بدون أسانيد. وان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم اورع من وطئ الحسى بعد الانبياء والرسل عليهم السلام وكانوا سمعوا من نبيهم الحديث الذي اشتهر فيهم وبينهم من حدث عني حديثا يرى انه كذب فهو احد الكاذبين وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي تواتر فيهم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقاده من النار ولذلك هم اول من قام بالحيطة والحذر مما يشك فيه النسيان، وكان اصحاب رسول وما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب بعضهم بعضا. ومن هذا الباب ما اثر عن عمر في تثبته في الخبر الذي رواه ابو موسى العشري رضي الله عنه في الاستئذان ولما تقدم الزمان دخل في دين الله شعوب وقبائل مختلفة وفيهم منافقون هزموا من سيف الاسلام والمسلمين فحقدوا على الاسلام واهله وكادوا لدين الله فكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابه فقام صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم بمحاربه بمحاربه كذبهم. رواه مسلم في مقدمه صحيحه جاء رجل الى عبد الله بن عباس رضي الله عنه جاء إلى عبد الله بن عباس رجل فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن له لا يأذن لحديثه أي لا يستمع لحديثه ولا ينظر إليه وقال يا ابن عباس ما لي أراك تسمع لحديثي وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع فقال ابن عباس رضي الله عنه إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف وليس بخاف على الملم بتاريخ المسلمين الجهد الذي قام به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جمع القران في المساجد. واما السنه النبويه وان كانت اكثرها او كثير منها مدونه في زمن الصحابه الا ان اكثرها كان الاعتماد فيها على الحفظ فيقوم بمهمه فيقوم بمهمه التدوين تلاميذ الصحابه وتابعوهم ومن بعدهم بجهود خارقه للاعداد ولم يكتفوا بجمع السنن وتدوينها القوليه والفعليه والتقريريه فقط بل خصوا تاليفات مشتمله على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وفي المغازي وفي غير في المغازي وغيره غير الجوامع والسنن التي عليها مدار الاحكام وذلك لان كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من المغازي والذي يسمى بالسيره كلها له علاقه بالدين والعقيده وحتى في الاحكام فينبغي ان نعرف متى برز اصطلاح السيره واصطلاح السوره السنه هناك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك سيرته فنعني بالسنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير أو شمائل في صفاته الخلقية والخلقية ونعني بالشمائل الروايات التي تخص جانب ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من من مولده ونشأته وبلوغه الأربعين وتشرفه بالنبوة وما تشتمل من أخباره أو على أخباره أما يتعلق بذاته الشريفة وغزواته وغيرها وهناك علاقه قويه وارتباط وثيق بين السنه النبويه والسيره النبويه فقد ذكر فقد ذكر في كتب الحديث الجوامع والسنن والمسانيد من حياه النبي صلى الله عليه وسلم الشخصيه وتعامله مع الناس وحياته الداخليه مع ازواجه في داخل بيوت ازواجه ونظافته وغسله وسواكه وملبسه وماكله وفراشه وسريره ونومه ومرضه وعلاجه ورقيته وعباداته الخاصة هذا وأمثاله مما يخص ذات الرسول صلى الله عليه وسلم مبثوث في كتب السنة ودوامين الأئمة عامة بالأسانيد عندهم وإن كان ممن لم يلتزم يذكره من غير لم يلتزم الصحة يذكرها من غير بيان لكل حديث بالصحة والضعف وقد امتاز عمل المحدثين بنقل الروايات بأسانيد كما اشترك فيه ناقل السيرة والمغازي وكذلك ناقل أحوال الخلفاء وغزواتهم المورخون الأوائل في القرن الثاني والثالث مثل ابن سعد والخليفة ابن خيات والطبري عمر بن شبه والأزرق والفاكه وأمثالهم وينبغي أن نتنبه أنه أن هذه كلها كانوا يسمونها أحاديث وكذلك الواقد يذكر في مغازيه بأسانيده ما يذكر يكثر فيه الروايات ويقول فيه حدثنا وحدثني بجانب الروايات التي يذكرها غير المسندة فالذي يظهر أن كلما أورده المعتنون بالسيرة والمغازي كانوا يسمونه حديثا ولم يكونوا يسمونه تاريخا ولا سيرة ذكر الخطيب البغدادي بإسناده قال إبراهيم الحربي وسمعت السمتية يقول قلنا للواقد هذا الذي تجمع الرجال تقول حدثنا فلان وفلان ولا تميز واحدا له حدثنا بحديث كل رجل على حده قال يطول فقلنا قد رضينا قال فغاب عنا جمعه ثم جاءنا بغ... جمعة... ثم جاءنا بعد جمعه بغزوه احد عشر جلدا هكذا في الكتاب هو الذي نسميه مجلدا جلدا هكذا في تاريخ بغداد جلد وفي حديث البرمكي مئة جلدا مئة جلد وقد سمى الطبري في تاريخه الجزء الرابع صفحة سبعة وتسعين ومئتين المؤرخين محدثين وكذلك رواة السيرة القدامى والتاريخ حتى الواقدي كما قلت أنهم يذكرون من روايات السيرة بتعبير أو بلفظ حدثنا وحدثني لذا نقول إن تخصيص ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث القولية والفعلية والتقريرية مما يتعلق بالعقيدة والأحكام تسميته وتخصيصه حديثا وما يتعلق بشمائله ومغازيه وأحواله الخاصة وأحواله الخاصة سيرة وتاريخ الخلفاء والروايات المتعلقة بأعمالهم وفتوحاتهم تاريخا جاء هذا التفريق وهذا الاصطلاح بعد أهد السحابة وكبار التابعين حصل لهذا القول الذي يظهر لي أنه حصل لهذا القول رواج في القرن الثالث والرابع فقول بعض عمة النقد في تراجم رواة السير أو رواة السيرة والمغازي الواقدي مثلا قول بعض المتاخرين انهم مت... انه متهم في الحديث امام في السيره بمعنى ان له اعتناء بجمع ما يتعلق بمغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وتسميتهم لاخبار الصحابه وبالاخص فتنه شهاده عثمان رضي الله عنه وما شجر بينهم تاريخا هذا اصطلاحهم المتاخر منهج المحدثين في روايات السيرة وفي جميع ما يذكرون من الأخبار والأحاديث والوقائع كما ذكرنا يستعمل المحدثون فيها قواعد التحقيق والتصحيح والتضعيف فكلما ما صح على ميزان النقد يصححون وإذا كان على ميزان النقد ضعيفا فيضعفون لا يقبلون منها الا ما ثبت على قواعد التحديث وخاصه المواد التي تخص او المواد التي لها علاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. ونذكر هنا باختصار تراجم من اتهم بالضافي من رواه السيره التي الذين لهم روايات كثيره في تاليفات الائمه ابن سعد في طبقاته. والطبري في تاريخه وتفسيره وابن الاثير في تاريخه وكذلك وابن كثير في البدايه والنهايه في تاريخه التي فيها مغاز النبي صل... مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المؤلفون الذين ذكرناهم ثقات اثبات في ذواتهم ان شاء الله ولكن ذكروا الروايات مسندة ورجالها معروفون في الأمة ولم يبينوا صحيها من ضعيفها ومن أسند فلك فقد أحالك وبرئت ذمته كما أن المحدثين الذين لهم اعتناء في جمع أحاديث الأحكام وحتى أصحاب المسانيد والمصنفات والأجزاء يذكرون أحاديث الأحكام الضعيفة بأسانيدها في دواوينهم وقد يشيرون إلى ضعفه وقد لا يشيرون فكانت صبغه العصر عامه في تلك القرون ان ينقلوا الاخبار ان ينقلوا الاخبار من اي نوع كان كانت من اي نوع كانت باسانيدهم وحتى العشار والارجاز واللغه والحكايات لذا نقول من اذا نقول من العلماء المتقدمين الذين لم يكونوا يفرقون بين الحديث والسيره صموا وكل ما ذكره الزهري وابن إسحاق وموسى ابن عقبة والزبير بن بكار وغيرهم والواقدي حديثا ونذكر فيما ياتي تراجم هؤلاء كما ذكرت لكم الذين عرفوا بنقل روايات السيرة وهي في دواوين هؤلاء الأئمة رحمهم الله الذين روى عنهم الطبري وأمثاله ورواياتهم المسندة وغير المسندة ولا شك حتى نطمئن الى اخبارهم، ولا يمكن ان نصحح ونضعف الا اذا راينا في تراجم هؤلاء الناقلين هل هم ثقات ام اثبات. فاولا سيف بن عمر الضبي الاسدي الذي له روايات كثيره في كتب السيره والتاريخ ويقال له التميمي البرجمي والسعدي الكوفي مصنف الفتوح والردة وغير ذلك قال الذهبي هو كالواقدي كان إخباريا أو قل أخباريا عارفا قال يحيى ابن معين ضعيف فلس خير منه وقال أبو داود ليس بشيء وقال أبو حاتم متروك وقال ابن حبان متهم بالزندقة وقال ابن عدي عامة حديثه منكر مات زمن الرشيد قال أبو داود ليس بشيء قال النسائي والدار قطني ضعيف متروك وقال ابن حبان في موضع آخر يروي الموضوعات عن الأثبات وقالوا إنه وقال إنه كان يضع الحديث اتهم بالزندقة ذكره الفسوي في باب من يرغب عن الرواية عنه وقال احمد رحمه الله احاديثه منكره وقال الحاكم ليس بالقوي. لوط بن يحيى الثاني لوط بن يحيى ابو مخنف قال ابن معين ليس بثقه ليس بشيء وقال ابن عدي شيعي محترق صاحب اخبارهم تركه ابو حاتم وغيره وقال الذهبي لوط بن يحيى ابو مخنف اخباري تالف لا يوثق به وقال الاجر سألت أبا حاتم عنه فنفض يده وقال هل أحد يسأل عنه وذكره العقيلي في الضعفاء مات سنة سبعين ومية الثالث محمد بن السايب الكلبي أبو النضر الكوفي المفسر النساب الأخباري قال البخاري أبو النضر الكلبي تركه يحيى وابن المديني بن سيد القتان وابن المديني ثم قال البخاري قال علي بن المديني حدثنا يحيى عن سفيان قال لي الكلبي كل ما حدثتك أنا أبي صالح فهو كذب وقال يزيد بن زرع حدثنا الكلبي وكان سبائيا وكان سبعيا وقال أبو معاوية قال العامش اتق هذه السبعية فإني أدركت والناس يسمونهم كذابين قال ابن عدي قد حدث عن الكلب سفيان وشعبة وجماعة قد رضوه في التفسير وما في الحديث فعنده مناكير وعما في الحديث فعنده مناكير وخاصة إذا روى عن أبي صالح عن أبي عن ابن عباس وقال ابن حبان كان الكلب سبائيا من أولئك الذين يقولون إن عليا رضي الله عنه لم يمت وإنه راجع إلى الدنيا ويملوها عدلا كما ملئت جورا وإن رأوا صحابة قالوا أمير المؤمنين فيها قال التبو ذكي سمعت حماما يقول سمعت الكلبي يقول أنا سبئي قال أحمد بن زهير قلت لأحمد يحل النظر في تفسير الكلبي قال لا قال ابن معين ليس بثقة قال الجوزجاني وغيره كذاب وقال دار كذا كذاب متروك وقال ابن حبان مذهبه في الدين واضح ووضوح الكذب قد الكذب فيه الكذب فيه اظهر من ان يحتاج الى الاغراق فيه وصفه لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به. الواقدي محمد بن عمر بن واقد الاسلم مولاهم القاضي قال الذهبي صاحب التسانيف وأحد أوعية العلم مع ضعفه قال أحمد لمن سأله عن السماء من الواقدي فقال كيف تستحل أن تكتب من رجل روى أن معمر حديث نبهان قال البخاري رحمه الله الواقدي مدني سكن بغداد متروك الحديث تركه أحمد وابن المبارك وابن نمير وإسماعيل بن زكريا وقال أحمد أيضا الواقدي كذاب وقال ابن معين ليس بثقة ليس بشيء وقال علي بن المديني أن الواقدي لا أرضاه في الحديث وقال الدراوردي أمير المؤمنين في الحديث ذكر البيهقي عن الشافعي بإسناده أنه كتب أنه قال الواقدي أو كتب الواقدي كلها كذب وقال النسائي في الضعفاء الكذابون المعروفون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة الواقدي في المدينة ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام وذكر الرابع أيضا وقال ابن عدين أحاديثه غير محفوظة البلاء ومنه قال ابن المديني عنده عشرون ألف حديث لا أصل يعني ما لها ليس لها أصل وفي موضع آخر ليس هو بموضع الرواية وابراهيم بن ابي يحيى كذاب وهو عندي احسن حالا من الواقدي وقال ابو داود لا اكتب حديثه ولا احدث عنه ما اشك انه كان يفتعل الحديث يعني يضع الحديث ليس ننظر في للواقدي في كتاب الا تبين امره وروى في فتح اليمن وخبر العنس أحاديث عن الزهري ليست من حديث الزهري وقال بندار ما رأيت أكذب منه وقال إسحاق بن راهوية راهو هو عندي ممن يضع الحديث وحكى أبو العرب عن الشافعي قال كان بالمدينة, سبعة رجال يضعون الأسانيد أحدهم الواقدي وأقوالا أخرى أيضا ذكره الأئمة في تأليفهم في من تكلموا في الضعفاء هشام بن محمد بن السائب الكلبي قال ابن معين غير ثقة ليس عن مثله يروى الحديث وقال أبو حاتم هو أحب إلي من أبيه واتهمه الأسمعي بالكذب ذكره الوقيلي وابن الجارود وابن السكن وغيرهم في الضعفاء وحينما ذكر اسمه في الميزان الذهبي رحمه الله حينما ذكره في الميزان قال ابو المنذر الاخباري النسابه العلامه ونذكر فيما ياتي بعض الامثله من بعض المحدثين الذي قدرت ان اجمعها على عجل في روايات السيره النبويه وتطبيق قواعد التحديث فيها من المعلوم ان الامام البخاري رحمه الله التزم الصحه في صحيحه في الروايات المسنده أما المعلقات فهي عنده وعند العلماء لها أنواع نوع صحيح وهو ما يكون البخاري جزم في جزم القول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فلان نوع آخر ضعيف محتمل للتحسين إذا توبع وهو الذي يعبر عنه بلفظ رويا أو قيل وأما إذا كان الحديث او الاثر ضعيفا جدا فيصرح فيه في الغالب ويقول لا يصح امامي الان موضع من مواضع تصرفات البخاري في الصحيح ذكر البخاري في صحيحه في باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف فقال غير مسند محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لوي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن المد ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن معد ابن عدنان انتهى قال ابن حجر في فتح تنبيه اقتصر البخاري من النسب الشريف على عدنان وقد أخرج في التاريخ أن عبيد بن يعيش أن يونس بن بكير أن محمد بن إسحاق مثل هذا النسب وزاد بعد عدنان ابن أدد ابن المقوم ابن التارح ابن يشجب ابن يعرب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم قال ابن حجر وقد قدمت في أول الترجمة النبوية الاختلاف فيمن بين عدنان وابراهيم وفيما بين ابراهيم وادم بما يغني عن العياده واخرج ذكر قال واخرج ابن سعد من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتسب لم يجاوز نسبه معد بن معد ابن عدنان انتهى فاذا لما كان البخاري ملتزما الصحه في الصحيح لم يذكر من نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما لم يختلف فيه ولما ذكر في التاريخ التاريخ الكبير أمامي في الجزء الأول صفحة خمسة ذكر نسبه إلى آدم عليه السلام فقال معد بعد معد ابن عدنان ابن أدد ابن المقوم ابن ناحور ابن تارح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن آزر وهو في التوراة تارح ابن ناحور ابن عور ابن قلاح ابن عابر ابن شالخ ابن السام ابن نوح ابن لامق أو لامق ابن متوسلح متوسلح أو متوسلق ابن خنوق ابن مهيليل ابن ابن مهليل مهلايل في بعض الروايات في ابن قنعان ابن شيس ابن آدم صلى الله عليه وسلم قال المعلم عبد الرحمن المعلمي محقق التاريخ الكبير وأعلم أن المحققين يرون أن هذا النسب بين أدنان وإسماعيل ليس بمتصل متصل الحلقات ويذكرون أن بينهما أربعين أباً أو نحو ذلك التاريخ الكبير حاشية التاريخ الكبير ونأخذ من هنا أمثلة من روايات بعض أهل التاريخ والسيرة من المحدثين ونذكر ما يتلمس من عملهم تعاملهم ومنهجهم إن شاء الله وقد تتبعت على عجل بعض أقوال الذهبي وابن كثير وكذلك تتبعت كتاب المغازي في فتح الباري بشرح صحيح البخاري حتى ننظر فوجدنا فوجدت اشياء كثيره يذكرون فيها احكاما يضعفون ويصححون ذكر الذهبي في تعقباته على الحاكم في المستدرك يضعف روايات كثيره لاجل لاجل انها لم تثبت على قواعد المحدثين اخرج الحاكم في المستدرك عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم انك اخرجتني من احب البلاد الي فاسكني احب البلاد اليك فاسكنه الله المدينه قال الحاكم بعده هذا حديث رواته مدنيون من بيت ابي سعيد المقبري قال الذهبي متعقبا عليه لكنه موضوع فقد ثبت ان احب البلاد الى الله مكه وذكر شيخ الإسلام هذا حديث فقال باطل كذب وقال في موضع آخر أو عدة مواضع قال هذا باطل فقد ثبت في الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لمكة والله إنك لا أحب بلاد الله إلى الله وإنك لا أحب بلاد الله إلي فأخبر أنه أحب البلاد إلى الله أي أنها أي مكة أحب البلاد إلى الله وإليه وقال في موضع آخر حديث موضوع كذب لم يروه أحد من العلماء وقال ابن كثير وابن كثير في البداية والنهاية يذكر الروايات أيضا المتعلقة بالسيرة يذكر الروايات ويضعفها أو يصححها ذكر عن البيهقي أن دلائله عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله دعاني إلى الدخول في دينك عباس بن المطلب عمه دعاني إلى الدخول في دينك أمارة لنبوتك رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير إليه بأصبعك فحيث أشرت إليه ما على القمر قال إني كنت أحدثه ويحدثني ويلهيني عن البكاء وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش ثم قال الذهبي قال ابن كثير تفرد به الحلبي احمد بن ابراهيم وهو مجهول وذكر ايضا قوله صلى الله عليه وسلم انا دعوه ابراهيم وبشرى عيسى وقال هذا اسناد جيد قوي وذكر عن الصهيلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال ربه أن يحيي أبويه فأحياهما وآمنا به ثم قال السهيلي حديث منكر جدا وإن كان ممكنا بالنظر هذا قاله ابن كثير قال حديث منكر جدا وإن كان ممكنا بالنظر إلى قدرة الله تعالى لكن الذي ثبت في الصحيح يعارضه وذكر أيضا بناء الكعبة من آدم وحواء عليهما السلام ثم ذكر عن البيهقي قوله تفرد به ابن لهيعة وقال ابن كثير هو ضعيف ووقفه على عبد الله بن عمرو أقوى وأثبت وذكر قصة تحنثه ذكر ابن كثير قصة تحنثه صلى الله عليه وسلم في غار هراء مخالفا أو ذكر قصة تحنثه عن بعض الرواة مخالفا لما في الصحيح فعلق عليه وقال هذا ركيك ومخالف للصواب صحيح كذلك ذكر ابن كثير في تفسير سورة الإسراء والمعراج من طريق ابن إسحاق والطبري وابي حاتم والبيهقي أن راوي اسمه أبو أبو هارون العبدي أن أبي هارون العبدي قال ابن كثير ذكره بسياق طويل حسن أنيق أجود مما ساقه غيره على غرابته وما فيه من النكاره وهو يقول ابن كثير وهو عماره ابن جوين مضعف عند الائمه وانما سقنا حديثه هنا لما فيه من الشواهد لغيره وابو هارون العبدي انتهى كلام ابن كثير اقول ابو هارون العبدي عماره ابن جوين ضعفه اهل الحديث وائمه الحديث وقال بعضهم هو اكذب من فرعون. وروى عبد الله ابن احمد في زوائد المسند وابن حبان والحاكم وابن عساكر روايه من روايات شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من طريق معاذ بن معاذ معاذ بن محمد عن ابيه عن جده ابي بن كعب قال فيها ابن المديني حديث مدني واسناده مجهول كله ولا عارف محمدا ولا اباه ولا جده. وذكره ابو نعيم في الدلائل وقال هذا الحديث تفرد به معاذ بن محمد وتفرد بذكر السن الذي شق فيه عن قلبه صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر ابن كثير عندما راى النبي صلى الله عليه وسلم حمزه في يوم بدر فقال والله لئن اظفرنا الله بهم يوما من الدار لما راى تمثيل حمزه رضي الله عنه في يوم بدر فقال والله لئن اظفرنا الله بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثله لم يمثلها احد من العرب. قال ابن اسحاق وحدثني يزيد بن سفيان عن فروه الاسلمي عن محمد بن كعب القرضي وحدثني به من لا اتهمه عن ابن عباس ان الله عز وجل انزل في ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبر ونهى عن المثلة ثم قال هذه الحكاية مكية قال ابن كثير هذه الحكاية مكية وقصة أحد بعد الهجرة بثلاث سنين فكيف يلتئم هذا؟ وذكر عن الإمام أحمد بإسناده عن يعني ابن مسعود قال فنظر صلى الله عليه وسلم فإذا همزة قد بقر بطنه وأخذ وأخذ وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تمضغها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا أكلت شيئا قالوا لا قال ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة في النار قال ابن كثير تفرد به أحمد وهذا إسناده فيه ضعف من جهة من جهة عطاء بن السائب فالله أعلم أقول إن المتن منكر أيضا لأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة في النار ومفهومه ومفاده أن هندا تكون في النار ما أن هندا قد أسلمت وبايعت والإسلام يجب ما قبله وذكر ابن كثير في تفسير سورة النجم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أفرأيتم اللَّهَ والعزة ومنات الثالثة الأخرى ثم قال تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن وإن شفاعتهن لترتجى فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد المشركون وقالوا إنه لم يذكر آلهتنا بخير قبل اليوم وأنزل الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته قال ابن كثير بعد روايته أو بعد ذكره وقد ذكر كثير من المفسرين هنا قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة من الحبشة ظن منهم أن مشركي قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح ثم نأتي إلى ابن حجر رحمه الله وما آه وبعض ما قال فيه ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح في بدء الوحي ثم لم ينشب ورقته أن مات وفتر الوحي وهذا بخلافه يقول ابن حجر وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن أو تأخر موته إلى زمن الدعوة قال فإن تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح صحيح وإن لاحظنا الجمع أمكن أن يقال الواو ليست للترتيب يعني مات ورقته ثم كان يعذب الناس لكن كيف يرى قل هل كان يرى اوائل من كانوا يعذبون؟ نعم هذا الذي اراد ابن حجر وان لاحظنا الجمع امكر ان يقال الواو ليس للترتيب. وذكر ابن حجر عن عطاء الخراساني انه قال: المزمل نزلت قبل المدثر، قال ابن حجر: ان عطان ضعيف. وروايته معضله لانه لم يثبت لقاؤه بصحابي معين وظاهر الاحاديث الصحيحه تأخر المزمل عن المدثر لأن فيها ذكر قيام الليل وغير ذلك مما تراخى عن ابتداء نزول الوحي بخلاف المدثر فإن فيه قم فأنذر وقد ذكر ابن حجر أيضا من حديث ابن عباس أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة والبسملة قبل قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق قال لكن إسناده ضعيف وفيه انقطاع وذكر في تفسير لرادك إلى معادن ابن عباس قال ابن عباس إلى معادن أي إلى الجنة فقال ابن كثير إسناده ضعيف وروى أبو يالا عن أبي جعفر محمد بن علي سألت أبا سعيد عن هذه الآية فقال معاد آخرته قال ابن كثير في إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف. وقد ذكر ابن حجر ان الامام ابا شامه جنح الى وقوع الميراد مرارا واستند الى ما اخرجه البزار وسعيد بن منصور من طريق ابي إمران الجوني ان انس بن مالك رضي الله عنه رفعه قال بين انا جا... قال النبي صلى الله عليه وسلم بين انا جالس اذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمنا الى شجره فيها مثل وكري الطائر. مثل وكري الطائر وقعدت في أهدهما وقعد جبريل في الآخر فارتفعت حتى سدت الخافقين الحديث وفيه وفتح باب من السماء ورأيت النور العظم وإذا دونه حجاب رفرف الدر رفرف الدر والياقوت وقد بين بعده فقال إن رجاله لا بأس بهم إلا أنه ذكر هو بنفسه قال إن الدار قطنية ذكر له علة تقتضي إرساله أي أدم صحته أورد ابن حجر أيضا في ذكر البراق في المعراج روايات مرسلة ثم قال إن هذه آثار يشد بعضها بعضا وقد جاءت آثار أخرى تشهد لذلك لم يوردها للإطالة وقد ذكر أخبارا أخرى أيضا في صفة البراق وقال إنها واهية باري وذكر بصدد لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء أشياء وقال هذا زيفه السهيلي فأصاب في تزييفه وذكر ابن حجر أيضا بعض الروايات الأخرى وقال فهذه طرق يقوي بعضها بعضا وقد ذكر ما أخرجه ابن عدي من حديث جابر رفعه ما أوذي أحد ما أوذيت حيث ذكره في ترجمة يوسف بن محمد بن المنكدر انا به جاء قال ابن حجر ان يوسف ضعيف كذلك ذكر هو مثل ما ذكر ابن كثير ذكر قصه الغرانيق وقال انما يروى هذا من طريق الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس والكلبي متروك لا يعتمد عليه و أشار الحافظ ذكر أنه أشار الحافظ ياض أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع أسانيد إسناده ونقل ابن حجر عن الواقد أشياء تتعلق بالمعراج وقال إن هذا لو ثبت لكان ظاهرا في أنه معراج آخر لقوله إنه كان ظهرا وأن المعراج كان بمكة وهو مخالف لما ورد في الروايات الصحيحة في الأمرين روى في بعض الروايات أن شريك ابن عبد الله بن أبي نمر وذكر عن الخطابي وابن حزم وعبد الحق الأشبيلي والقاضي اياد النووي أنهم ذكروا أنه تفرد به شريك ابن عبد الله بن أبي نمر فقال ابن حجر ودعوه التفرد فيها نظر فقد وافقه كثير بن خنيس ان انس كما اخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي وذكر بعض الوقايه وذكر ابا محمد بن الجارود فقال فيه ابو محمد بن الجارود ليس بالقوي وكان يحيى بن سعيد القتان لا يحدثونه وقال ان رجوع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقرير الخمس، هذا كله في قصه المعراج، بعد تقرير الخمس لطلب رجوع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تقرير الخمس اي خمس, خمس سلوات لطلب التخفيف مما وقع من تفردات شريك هذه القصه والمحفوظ ما تقدم انه بعد خمس قال لموسى عليه السلام في الاخيره: استحييت من ربي. وذكر ابن حجر ايضا فتره الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد يتمسك به من يصحح مرسل الشعبي في ان مده الفتره كانت سنتين ونصف كما ورد في اول بدء الوحي وقد بين ابن حجر ان روايات هذه كلها لم تثبت وذكر روايه فيها عباد فقال عباد ضعيف وقال في رواية أخرى هذه الطرق يقوي بعضها بعضا وذكر ابن كثير تفسير اللغة أو تفسير غريب القرآن قاب قوسين لفظة قاب فقال عن ابن عباس هو القدر قال أخرجه ابن مردوية بإسناد صحيح وذكر عن أبي سعيد في شرف المصطفى أي في كتاب شرف المصطفى ورويناه في فوائد الخلع من طريق عبيد الله منقطعا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جعل الولاية ويقولنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع قال ابن حجر إن سنده معضل أي منقطع بإثنين وليس بصحيح وذكر ابن حجر في التفسير واتخذوا من مقام إبراهيم مسلى عن التبري في تفسيره أن قتاده قوله كان المقام في من أهد إبراهيم كان المقام مقام إبراهيم من أهد إبراهيم عليه السلام لزق البيت إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن ثم قال أخرج ابن مردويه بسند ضعيف أن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حوله ثم قال ولا أول أصح ثم قال ولم تنكر الصحابه فعل عمر ولا من جاء بعدهم فصار اجماعا وكان عمر راى ان ابقاءه في مكانه يلزم منه التضييق على الطائفين او على المسلين. وكما نقل ابن حجر ما اخرجه ابن سعد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصب لم يجاوز في نسبه بعد عدنان قال هو وهو ضعيف ولم ينبه على إليه ابن حجر يعني هذا الذي ذكره لم ينبه وقد ضعفه الآخرون وذكر ابن حجر في الفتح قال فعل الصحيح المشهور أن مولده صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول ويكون حين أنزل إليه ابن أربعين سنة وستة أشهر وكلام ابن الكلبي يؤذن بأنه ولد في رمضان فإنه قال مات وله اثنتان وستون سنة ونصف وقد أجمعوا على أنه مات في ربيع الأول فيستلزم ذلك أن يكون ولد في رمضان وبه جزم الزبير ابن بكار وهو شاذ ثم ذكر أقوالا أخرى وقال إنها أشد شذوذا من هذا كذلك قمت بتتبع بعض روايات الواقد وأحكام أصحاب المصنفات ودواوين السنه فوجدت ما ذكر بعضهم من روايات الواقدي قال في المعجم الكبير أنس عباس ابن سهل ابن سعد عن سعد بن ابي وقاص سمعت ابا اسيد يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين غزوه بعد غزوه يقول بعد هذا الطبراني هذه الحكايه لا نعلمها تروى إلا أن أبي أسيد ولا نعلم ولا أبي أسيد طريقا غير هذا الطريق وقد تقدم ذكرنا عن الواقدي وروى هذه الرواية من طريق الواقدي قال وقد تقدم ذكرنا للواقدي قال ابن حبان لم يدخل ورأيت فيما رأيت من مواجب الطبراني الأوسط قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوباني يلبثهما في جمعته فإذا انصرف طويناهما إلى مثلها لا يروى هذا قال الطبراني لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد تفرد به الواقدي ويقول في حديث آخر تفرد به الواقدي كذلك حديث الثالث والرابع عدة روايات ذكر في المعجم الأوسط وقال تفرد به الواقدي يقصد أن الواقدي مكذب لا تصير هذه الروايات كذلك في المعجم الصغير ذكر حديثا وقال تفرد به الواقدي وفي الطبراني الكبير قال في حديث تفرد به الواقدي بناء او انام تفرد به الواقدي وذكر ايضا في اسارى بدر بعض الروايات وقال تفرد به الواقدي ذكره في أكثر أو ذكر عن الواقد روايات في أكثر من خمسين موضع وكلها أو أكثرها تاريخية أو ذكر وفيات ولم يتكلم فيها هناك مسند الشافعي ذكر أيضا ولم يتكلم في حديثه آه هذا وقد ذكر من الشافعي فيما ذكر من مسنده عن الواقدي أشياء ولكنه لم يعقبه أو لم يعقبها بشيء كذلك في مسند عبد بن حميد هناك روايات عن الواقدي وفي أخبار مكة للأزرق وكذلك عمر بن شبة في تاريخ المدينة وأخبار مكة للفاقي يذكرون أشياء ولم يعقبوا من على الواقدي بشيء وذكر البزار في سنده في مسنده حديث سعد بن ابي وقاص ان رجلا قال يا رسول الله اني هلكت افطرت في رمضان متعمدا قال اتق رقبه الى اخر الحديث ثم قال البزار هذا الحديث لا نعلم يروى ان سعد الا من هذا الوجه ولا نعلم رواه الا الواقدي والواقدي فقد تكلم فيه اهل العلم وفي حديث آخر قال وقد روى الناس عن الواقدي وتكلموا فيه ولم يثبتوا عليه حجة إلا ظنا أو في حديثه نكرة وفي مسند الشاميين في أربعة مواضع سكت عنه لأنها لم تكن من الروايات إلا تاريخية أو ذكر الوفيات وقال الحاكم في المستدرك له شاهد من حديث الواقدي وليس الواقد من شرط المستدرك أو شرط الكتاب قال الحاكم أيضا وقد بدانا في أول ذكر الصحابي بمعرفته بمعرفة نسبه وفاته ثم بما يصح على شرطهما من مناقبه مما لم يخرجاه فلم أستعن أن محمد بن عمر الواقدي وأقرانه في المعرفة ثم ذكر أحاديث وعدة أحاديث وبعد ذلك قال قول محمد بن الحنفية جاوزت سن أبي قال الذهبي في التلخيص فيه الواقدي وقال الذهبي أيضا في حديث آخر ثالث ورابع في سنده الواقدي وقال في سنده الواقدي متروك وقال في المستخرج الإسماعيلي على صحيح مسلم في موضع متروك الحديث قاله البخاري وفي الطيوريات قال ابن المديني سمعت احمد بن حنبل الواقدي يركب الاسناد. هذه اضاءة من قول الاقوال المحدثين في روايات سيره النبي صلى الله عليه وسلم نقول وكان المحققون يحققون حتى روايات الروايات المتعلقه بسير الخلفاء الراشدين والصحابه عامه والخلفاء عامه وكان المحققون يطلبون الصحيح من الضعيف أورد ابن كثير قول أبي ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول من يغير سنتي رجل من بني أمية رجل من بني أمية وكان أبو ذر في غزوات عليهم يزيد أو في غزات عليهم يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية ابن ابي سفيان فقال يزيد لابي ذر نشدتك بالله هل انا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نقل عن البخاري وقال الحديث معلول ولا نعرف ونقل عن البخاري وقال الحديث معلول ولا نعرف ان ابا ذر قدم الشام من قبل عمر او في زمن عمر قال وقد مات يزيد بن ابي سفيان زمن عمر فولي فولى مكانه اي ولى عمر مكانه اخاه معاويه هذا في البدايه والنهايه وقال ابن كثير ايضا قد اورد ابن عساكر احاديث في ذم يزيد بن معاويه كلها كلها موضوعه لا يصح شيء منها اجودها ما ورد ما ذكرنا على ضعف اسانيده وانقطاع بعضه. وكذلك ابن حجر الحيتمي المكي المتوفى سنه 479 ذكر في ثلب معاويه بن ابي سفيان روايات من اهل السيره والمغازي في كتابه تطهير الجنان واللسان عن الخطوره والتفوه بثلب سيدنا سيدنا معاويه بن ابي سفيان ذكر روايات كثيره. وحكم عليها بالضعف والصحه على قواعد التحديد وهذا ولا شك فيه ان هذا هو الذي يجب علينا ان يكون الامر في تحقق وتثبت روايات السيره وتاريخ الخلفاء خاصه وكنت قد علفت بفضل الله تعالى قبل ثمانيه وثلاثين سنه كتاب المسجد الحرام وتاريخه فسالني بعض وكنت القي الدروس في تلك الايام في المسجد الحرام للحجاج اذ سالني بعض الحجاج واظنه كان مغربيا على وجود قبور الانبياء في المسجد الحرام فاجبت انذاك بان هذا ليس بصحيح ولو كانت في المسجد الحرام قبور لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه والقعود في هذه الناحيه التي توجد فيها القبور ولم يقتنع سمع مني قد نهى... قلت قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد والقعود عليها في أحاديث كثيرة ولكنه لم يقبل كلامي ولم يقتنع به وقال الفقهاء ويقولون إن في المسجد الحرام قبر إسماعيل عليه السلام في الحجر وقبور سبعين نبيا ما بين الركن والمقام قلت نعم قد ورد هذا في بعض الروايات التاريخية ولكنها لم تثبت فبفضل الله تبارك وتعالى وفقني الله وجيت في الليل فبحثت في جميع هذه الروايات وقد اثبتت في كتاب المسجد الحرام انها لم تثبت منها بشيء والحق ان البحث في تاريخ مضى اي تاريخ تاريخ مضى والتوصل الى قول صحيح امر صعب جدا اما النقل والترتيب من كتب التاريخ السابقه فمن اسهل الامور وقد رسخت هذه الفكرة في الذهن وأنا كنت طالبا في الثانوية وجرى البحث في بعض ما جرى أو بعض أمور جرت في زمن الصحابة وخاصة فيما يتعلق باستشهاد عثمان رضي الله عنهم فرأيت بعض العلماء قد كتب في الموضوع ورتب الوقائع التاريخية بدون تحقق وتثبت حتى إن القارئ لا يتراءى له أن عثمان هو المخطي في أعماله الإدارية حتى تسبب بنفسه لقتله وتعلات في هذا الموضوع بعض الكتب ومن أهمها كتاب العواصم من القواسم التي الذي يعتبر جهدا كبيرا في تبرية الساحات لذا نؤمن أو تبرية ساحات الصحابة لذا نؤمن بأن الواجب ألا نقبل رواية تاريخية كقضية مسلمة وخاصة ما تتعلق بعقيدتنا ومقدساتنا وباسلافنا وباخص الخصوص سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم الا ما ساحت على ميزان النقد وهو ميزان المحدثين الذي نعتبره نحن المسلمين بل وحتى اعداء الاسلام يعتبرونه معجزة من معجزات الاسلام لم تات البشرية بمثله فضلا أن أن يكون أمثل منه ولا تقدر أن تأتي في المستقبل بميزان وقواعد وضوابط أفضل منه وفي هذا في الحقيقة وفي هذه الأثناء وهذا كان هاجس قديم من الأئمة رحمة الله عليهم وقد ألف بعض العلماء كتاب صحيح البخاري نقل منه كتاب صحيح التاريخ نقل منه ابن حجر رحمه الله في الفتح في باب غزوه ذات السلاسل. فنقول وينبغي كل ما يكون. هنا اخذت هذه القاعده من بعض العلماء رحمه الله عليهم. فبعد هذا ولا نريد ان نطيل نرى ان اكثر الناقلين القدامى لروايات التاريخ مرميين بالتشيع والروافض كما سمعنا في بعضهم. فيجب الا تقبل الروايات من اي نوع كانت الا ما ثبت بروايه بروايه ثقات عدول على ميزان نقد المحدثين فالمورخ اما ان يخبر عن حادثه من حوادث الاسلام ما قبل الاسلام او يخبر اما وقع في الاسلام وفي هذه الحاله اما ان تكون الحادثه وقعت في الزمن الماضي ولم يشهده او يخبر اما وقع امامه وهو شاهد القصه والحادثه او قسم رابع يخبر اما يكون في المستقبل من الزمان فاما في الحاله الاولى وهو ان يخبر عن حادثه من حوادث ما قبل الاسلام فاما ان يكون الخبر مشهورا متواترا نقله فقد جاز نقله وقبوله وذلك كالانساب المعروفه او يكون ورد ذكره في القران الكريم مثل اخبار بعض الاقوام فلا يجوز لاحد الشك في وقوعه بالقدر الذي ورد ذكره في القرآن الكريم وكذلك إذا وقع ذكر الحوادث في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ردها لأننا مكلفون بقبول خبر الواحد العدل وإن كان الخبر من الإسرائيليات من يخبر في المستقبل أو في الماضي فإن كان الخبر من الإسرائيليات فإنها على ثلاثة أقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه ذلك مثل ما ينقل عن أهل الكتاب في اتهامهم لوط عليه السلام بشرب الخمر والزنا بابنتيه وأمثاله من القبائح فهذا يجب رده وتكذيبه ولا كرامة والثالث وما ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه لا نصدق ولا نكذبه ويجوز لنا تحديثه وحكايته وهو الذي ورد في قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلغوا عني ولو آية حد وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ونقول وفي هذه الحالة إذا كان الحالة الثانية وهي أن يخبر عن الحوادث الواقعية في الإسلام في القرون الماضية فإن كانت الحادثة تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذه كذلك في حالة هذه الحالة أيضا لا يقبل الخبر فيها إلا إذا ثبت بالخبر الصحيح بإسناد متصل كذلك إذا كان الخبر متعلقا بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فيجب فيه أيضا التحري الدقيق في قبوله ورده كما ذكرنا وأما في الحالة الثالثة وهي أن يخبر عما وقع أمامه هو شاهد القصة وأما في الحالة الثانية ثالثة وهي أن يخبر عن حادثة وقعت أمامه على مرأ ومشهد منه أو الحادثة وقعت ما هو فإخباره له مقبول لا يجوز رده وإن إذا كان المخبر ثقة عادلا ضابطا لأنه لا طريق إلى المعرفة والعلم إلا بمثل هذه الطريقة ولا تقوم الأحكام الشرعية إلا بأمثاله من الأخبار أما في الحالة الرابعة وهي أن يخبر أن ما يكون في المستقبل من الزمان ففي هذه الحالة لا يصدق الخبر فيها أيضا إلا إذا أسند إلى معصوم لأنه من الأمور المغيبة لا طريق إلى معرفته إلا بأخبار المعصوم الذي أخبر به عالم الغيب والشهادة أو يكون من قول الصحابة في حكم المرفوع على شرط المحدثين كالإخبار اما يكون في المستقبل من الفتن والملاحم فلا يقبل القول فيه بالظن والتخمين لانه لا يعلم الغيب الا الله ثم من أنا اخبره ونستدل على هذه من قوله تعالى آه ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مريم وما كنت لديهم اذ يقتسمون وقال تعالى وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَانَا قُرُونًا إِلَى آخِرِهِ وقال تعالى مخاطباً للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر قصة نوح تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك وفي هذه الآيات الكريمات أخبر الله عز وجل أنه لا طريق إلى معرفة الشيء ولا إلى عنه إلا أن يكون المخبر شاهدا القضية وحاضرا القصة أو يخبر عن وحي معصوم ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو عالم الخلق مخاطبا بهذا الخطاب وينفع عنه العلم بما مضى إلا بوحي فمن دونه ينفع عنه هذا العلم بدرجة أولى وقال تعالى أرأيتم ما, ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين فاخبر الله عز وجل ان المخبر للشيء او المدعي لشيء لا يصدق في خبره ودواه الا اذا نسب خبره ودعواه الى كتاب يوثق به او الى نقل صحيح يوثر عن احد وهذه هنا ملاحظه هامه وهي أن الروايات المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتب السيرة مثل أخبار مكة للأزرق وغيرها لا ينبغي إعطاؤها صيغة التاريخ الذي ينقل فيها التساهل عن بعض الأئمة فروايات السيرة المتعلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره لها علاقة في جميل أحوال بالتشريع وأكبر مثال لهذا ما روى الأزرقي في أخبار مكة بإسناده عن يعني ابن شهاب الزوري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة يوم الفتح وفيها سور الملائكة وغيره وغيرها فرأى سورة إبراهيم فقال قاتلهم الله جعلوه جعلوه شيخا يستقسم بالأزلام ثم رأى ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم سورة مريم فوضع يده عليها وقال امحوا ما فيها من الصور أي في الكعبة إلا سورة مريم فهل هذه الرواية نحملها على أنها من روايات التاريخ يجوز التساهل فيها لا وأبدا لأن مفهومها أنه يجوز حفظ الصور والتصوير فماذا نفعل بالروايات الصحيحة التي تدل عن النبي صلى الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة المشرفة إلا بعد ما محيت السور والروايات العامة التي تنهان عن السور لذا وجب أن ننظر في هذه الرواية هل هي صحيحة أم ضعيفة فإذا نظرنا في إسنادها وجدناه ضعيفة لأنها مرسلا والمراسل من قبيل الضعيف وخاصة مرسلات الزهري وهذه الرواية من الزهري فقد حكم الأئمة عليه أنها كالريح كذلك ينبغي التنبيه الى انه لا يكفي مجرد النقل عن كتب التاريخ وان كان مؤلفوها ثقات اثباتا فانهم لم يلتزموا الصحه في الغالب بل جمعوا كل ما وقع في مسموعهم كما ذكر سابقا ومروياتهم ومن الخطا الكبير ان يقال ويظن ان هؤلاء ثقات فكل ما نقلوه او كل ما نقلوا صحيح ثابت لديهم فهذا تقويل عليهم بما لم يقولوا. ولا يقال ان الائمه قبلوا روايات التاريخ بدون النظر في اسانيده كما ذكر، نقل العلامه ابن حجر عن الامام احمد، قال ثلاثه كتب ليس لها وصول هي المغازي والتفسير والملاحم، قلت قال ابن حجر ينبغي ان يضاف اليها الفضائل، فضائل الصحابه وفضائل الاخرين ايضا، فهذه اوديه الاحاديث الضعيفه والموضوعه إذ كانت العمدة في المغازي على مثل الواقد وهي وفي التفسير على مثل مقاتل والكلب وفي الملاحم على على الإسرائيليات ثم بعد ذلك هناك في الحقيقة ذكر ابن كثير ذكرت عن ابن كثير ما دار بين علي وبين معاوية من المقاولات ومن الأقوال في الحقيقة فضعفها رحمه الله لأجل الراوين الكذابين قال هنا أيضا قال في يقول في ابن العربي في خيرة كتبه العواصم من القواسم اقبلوا الوصية ولا تلتفتوا الا اذا ما صح من الاخبار واجتنبوا كما ذكرت لكم اهل التواريخ فانهم ذكروا ان السلف اخبارا صحيحه يسيره ليتوصلوا بذلك الى روايات الاباطيل فيقذفوا في قدف في كما قدمنا في قلوب الناس ما لا يرضاه الله وقال ايضا وقد بينت لكم انكم انكم لا تقبلون على انفسكم في دينار بل في درهم الا عدلا بريا من التهم سليما من من الشهره والشهوه فكيف تقبلون في احوال السلف وما جرى بين الاوائل ممن ليس له مرتبه في الدين فكيف بالاداله يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في كلامه على الشهرستاني ولهذا اعتبرت مقالاتهم الموجوده في مصنفاتهم الثابته بالنقل عنهم وجد من وجد من ذلك ما يخالف تلك إذا اعتبرت وجدت وجدت من ذلك ما يخالف تنقل نقول عنهم وهذا من جنس التواريخ والسير ونحو ذلك من المرسلات والمقاتي وغيره وغيرهما مما فيه صحيح وضعيف ونقد المورخ الكبير العلامة ابن كثير كما ذكرت في تاريخه روايات كثيرة ذكر بيات عثمان وما يذكر فيها ثم أريد أن أذكر أن المقصود أن الأئمة الذين ينقلون هؤلاء وإن كانوا ثقات فنقلهم يجب أن يكون على محك التحقيق قال بعضهم أن المحققين من المؤرخين دائما ينقلون الأخبار بتثبت فإذا لم تثبت على ميزان النقد يستجدون روايتها إن لم تكن منكرة ومخالفة قال ابن حجر أكثر المحدثين من سنة, سنة إلى الآن إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أنهم برئوا من ودته ونهو قول العراقي قال ابن وابن بن سعد صاحب الطبقات من أقدم المؤرخين ومن ثقاتهم لكن جالوا مروياته أيضا في معرض التحقيق والرد ان لم تثبت باسناد صحيح، قال في فتح المغير وابن سعد صنف كتابا كبيرا في طبقات الصحابه والتابعين الى وقته فاجاد فيه واحسن، وهو في نفسه ثقه، ولكن كم روى في كتابه أن اناس ضعفاء منهم شيخه الواقدي مقتصرا مقتصرا كثيرا على اسمه واسم ابيه من غير تمييز بنسبته ولا غيره، ومنهم هشام بن محمد الكلبي وغيرهم كما ذكر وهناك مقدمات لكتب الأئمة الطبري وتاريخي في تاريخه وكذلك في تفسيره وكذلك ابن كثير في البداية وكذلك التاريخ الذي ذكره التاريخ الكامل كل هؤلاء ذكروا عذرهم بأننا لا يوثق مما نذكره إنما ذكرنا بما وقع في مسموعاتنا لا يوثق بما ذكر إلا ما تحقق فيه الراوي او تحقق فيه المحدث وندعو الله تبارك وتعالى ان اكون قد وضحت بعد بعض ما كنت اريد في ضروره التحقق والتثبت في روايات السيره فيتلخص مما اوردنا منهج المحدثين في روايات السيره والتاريخ انهم يروون ما يجدون من الروايات السيريه والتاريخيه ويسكتون عليها ولا يتكلمون فيها بالجرح إلا إذا كانت ما لها علاقة بالعقيدة وذات النبي صلى الله عليه وسلم غير المخالفة للصحيح وغالب هذه الروايات تكون بذكر الوفيات وزيادات في الروايات الصحية ليست ضارة فيكون مطابقا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم فما دام قد جازت الرواية عن بني اسرائيل في روايات لا تخالف عقيدتنا وصحيح سيره نبينا صلى الله عليه وسلم وجازت لنا روايتها كذلك من روايات المسلمين من روايات اصحاب السير بدرجه اولى جازت لنا روايتها ان لم تكن مخالفه للصحيح بما عندنا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.